بلشت تجوع؟ يلا هلأ رح ناكل. بعد عمران خليني طلع الأكل. خلص بعد لي. تركي يحترق. لا بدنا نتعشى. أيوة صار لي زمان ما عملت هالأكلة، يعني إن شاء الله تعجبك. بشو صافي؟ فيك بلا هالحركات، هلا بتلبكني. شو أعمل؟ أنت كتير حلوة عمران. عود عاقل ليك، أنا لازم نظف الجرح وعقمه بسرعة أحسن ما يلتهب. عم يوجعك؟ بطل. حاجتك بقى. وجعتيني كتير. إذا بستيني بيروح الوجع. آخ منك، أنت ما بتبطل حركات، على أساس أنا وجعتك. يلا خليني أسكر لك على جرحك، خليني ضبه. شو عم يوجعك؟ عمران عمران صباح الخير حبيبتي، عم بستناكي بالصالون. عمران وينك انت؟ قلي وينك. يا يعني بدنا نقضيها مسجات؟ أنا كمان فقت على ريحة الورد من الصبح وحبيت تشاركيني نفس الشعور. يلا جاهزي الفطور، هلأ أنا جاي. بكفي رومانسية كل هالقد، جعت كتير. تكرم عيونك يا حبيب قلبي. لا روح المطبخ. يا عمري لا تنسي تاخدي دواكي بعد ما تخلصي الفطور.